أرحب بضيف حلقتنا في هذا المساء الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور إسماعيل مساء الخير. نبدأ معك بلمحة تعريفية للقيادي الحاج أبو طالب الذي اغتاله المحتل مساء أمس رفقة ثلاثة من عناصر حزب الله. تحية لك وللسادة المشاهدين. طبعا يمكن أن نقول أن هذا الشهيد الذي سقط البارحة على طريق القدس القائد أبو طالب هو من الأرقام الصعبة جدا في حزب الله، وهو مسؤول عن يعني عن وحدة، وهذه الوحدة هي الأساس اليوم في جبهة الإسناد التي يقودها حزب الله في مواجهة الكيان الإسرائيلي، وهي من أهم الوحدات التي تحارب، وهي تضم تشكيلات كثيرة. طبعا يعني لا يمكن أن نتحدث عن تفصيل في هذا الأمر لأننا لا نملك معلومات كافية عن البنية التنظيمية لحزب الله وكيفية إدارته للواقع العمليات على الأرض، ولكن يمكن أن نقول أنه من خلال تعريف القائد على أنه قائد جهادي كبير يمكن أن نقول أنه من الأرقام الصعبة كما قلت، وهذا يعني يمكن أن نقول أنه من أصعب الاستهدافات التي أو الاغتيالات التي تعرض لها حزب الله على مستوى قادته. ولذلك نحن شاهدنا اليوم هذا الرد الكبير من قبل المقاومة والذي لم ينتهي. طيب حتى هذه اللحظة سأعود للردود دكتور إسماعيل. قبل ذلك اسمح لي، يعني عندما يصل المحتل إلى قيادي بهذا الحجم ما هي الأسئلة التي تطرح هناك في صفوف الحزب أو في إطار الإعلام والنخبة هناك في لبنان؟ هلا طبعا الإعلام النخبوي يتحدث عن كيفية الوصول إلى هذا القائد ويطرح أسئلة كبيرة، ولكن وطبعا بطبيعة الحال عدة سيناريوهات وفرضيات تفرض نفسها، حيث أن الكيان الإسرائيلي يتمتع بقدرات معلوماتية وتكنولوجية عالية بالإضافة إلى إمكانية وجود عناصر بشرية، مع الإشارة إلى أنه قائد بمستوى القائد أبو طالب يعني دائما ما يكون الاحتياط الأمني عنده في أعلى المستويات، ولكن بطبيعة الحال يمكن أن نقول أنه من خلال المشاركة في العمليات على الأرض ومن خلال إصرار القائد أبو طالب على أن يبقى في الميدان، وهو يعني تم استهدافه في 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 مدينة جوية أو في قرية جوية وهي قريبة جدا من مسرح العمليات، يعني يمكن أن نقول أنه يعني بذلك يكون مستوى التهديد الذي قد يتعرض له مستوى عالي. بطبيعة الحال حتى هذه اللحظة حزب الله يعني بالنسبة للقائد أبو طالب أو غيره، القائد وسام الطويل أو غيره، يعني لم يتحدث عن 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 كيفية وصول الكيان الإسرائيلي إلى هؤلاء القادة، وبطبيعة الحال من الطبيعي أن يكون يعني في إطار إجراء نوع من التحقيق لفهم كيفية الوصول إليه، ولكن يعني ضريبة هذه المعركة والخط الضيق الذي يخوض من خلاله حزب الله المعركة، ونحن نتحدث على الجبهة من 3 إلى 5 كيلومتر، تجعل من إمكانية الوصول إلى القادة الميدانيين أو حتى إلى القادة الجهاديين أمر يعني مفهوم بالمعنى العسكري. أكثر من ذلك لا يمكن لأحد، يعني حتى وإن حزب الله قام بتحقيق ووصل إلى نتيجة فإن هذا الأمر لن يعرضه للجمهور. معروف أن حزب الله يعني حزب أمني، يعني دائما ما يحافظ على معلوماته حتى يستطيع أن يستفيد منها، يعني إذا وصل إلى العقدة التي أدت إلى اغتيال هذا القائد فإنه لن يعلنها حتى لا يفسح بالمجال الحقيقة الإسرائيلي. يعني أنا طرحت هذا السؤال دكتور إسماعيل لأنه تقارير كثيرة تحدثت على أنه شبكة الأنفاق في لبنان في جنوب لبنان هي أعقد حتى من الشبكة الموجودة في قطاع غزة، ويمكن لهؤلاء القادة إدارة المعركة من هذه الأنفاق حتى يحافظوا على قادتهم، فلماذا يضطر مثل هذا القائد ربما هذا طبعا الطرح الذي تطرحه منطقي وواقعي، ولكن بطبيعة الحال يفترض من أجل تقييم يعني سلوك هؤلاء القادة الجهاديين أن نفهم العقيدة التي يتعاطى من خلالها حزب الله مع المعركة، حيث أن المعارك السابقة إن كان في سوريا أو غير سوريا أثبتت أن هؤلاء القادة الميدانيين يتحركون أو القادة الجهاديين يتحركون بطريقة يعني في بعض الأحيان توحي بأن يعني هناك نوع من الشجاعة التي يعني قد تزيد عن حدها في مكان ما، ولكن يفترض أن نقول أن هؤلاء القادة يعني
أبدا لم نسمع في أي وقت من الأوقات بأن قادة المقاومة يعني يعيشون في أنفاق أو يتحركون في أنفاق، بل على العكس من ذلك يتحركون بطريقة مختلفة تماما، مع العلم أنه لا يمكن لأحد أن يتوقع تحركهم. هنا أنت يعني حضرتك تتحدث عن موضوع شديد التعقيد ولا يمكن أبدا فهمه. كما قلت لك يعني يفترض أن نضع العقيدة والتربية الجهادية في عين في الاعتبار من أجل تقييم هذا الواقع، ولكن نعم. أكثر من ذلك يعني كان هناك تحركات لقادة ميدانيين آخرين يعني دائما ما يعني قد يتحرك في قريته أو من يعرفه يجد يتحرك بطريقة طبيعية مع الأخذ بعين الاعتبار لبعض الاحتياطات الأمنية، ولكن أن نقول أنه هو ليس مضطر، هو يعتبر يعني حزب الله بشكل عام ومقاتلي حزب الله يعتبرون بأن هذه المعركة هي معركة مقدسة وبأن قضية فلسطين وقضية القدس من القضايا التي تستحق التضحية وتستحق ما يعني يمكن أن يحدث له. وهنا يفترض أن نقول أن عدد الشهداء في الجبهة يعني ليس قليل وليس بسيط مقارنة بعنوان المعركة على أنها معركة إسناد، العنوان العريض للمعركة، ولكن يعني يجب أن نقول بأن هذه المعركة كما تحدث سماحة السيد في خطابه الأخير هي معركة مصير ومعركة وجود، ليس فقط بالنسبة لقطاع غزة وبالنسبة للمقاومة في غزة، إنما بالنسبة لمحور المقاومة ولحزب الله وللكيان الإسرائيلي. ولذلك نجد أن هناك نوع من الشراسة ونوع من الجرأة ونوع من التصرف الذي يعني يتخطى حدود الشجاعة وهذا في مكان وهذا ربما ما وهذا ما ظهر نعم. اليوم دكتور إسماعيل في هذا الرد القوي لحزب الله، أكثر من 170 صاروخ، مصادر الاحتلال تقول حتى أكثر من يعني حتى فوق 200 صاروخ، يتحدثون عن أكثر من نعم. 215 صاروخ، مع العلم أنه العمليات ما زالت مستمرة. وهنا يفترض الإشارة إلى أنه الكيان الإسرائيلي غير قادر على أن يحصي عدد هذه الصواريخ، لأن أنا أعيش في جنوب لبنان، وفي لحظة ما عندما كنا يعني نسمع أصوات الرجمات التي تطلق يعني إذا أردنا أن نتحدث عسكريا 200 صاروخ يعني 5 رجمات كاتيوشا، وبطبيعة الحال معروف أنه في حجم الرد الذي حصل أنا أعتقد أن الأمر يتخطى 10 و15 رجمة، وبالتالي أنا أعتقد أنه عدد الصواريخ الذي أطلق على الكيان أكبر من ذلك، مع الإشارة إلى أن هناك اليوم كان هناك نوع من الارتقاء بنوعية الصواريخ المستخدمة وبنوعية الأهداف، حيث أن الجبهة امتدت من طبرية في الشرق إلى عكا وحيفا في الغرب مع يعني استهداف لكامل مواقع القيادة والسيطرة والمعلومات للكيان الإسرائيلي. وكما تفضلت أنه اليوم هناك جرأة غير طبيعية، وهذا الأمر يتعلق أولا بمستوى الردع الموجود عند حزب الله وبالمستوى بما يملكه من صواريخ، يعني على سبيل المثال ما استخدمه حزب الله حتى هذه اللحظة، لن أتحدث عن صواريخ الكاتيوشا لأنها لا تعد ولا تحصى عند المقاومة، ولكن فلنتحدث عن صواريخ المضادة للدروع. ما استخدمه حزب الله في هذه المعركة أنا على يقين أنه قوى كبرى ودول كبرى لا تملكه، وهو يستخدمها بطريقة توحي بأنه يعني كمن يطلق الرصاص. وبالتالي أستطيع أن أقول أنه إذا كان العالم قد تفاجأ من مستوى الرد الذي حصل اليوم، فأنا على يقين أنه إذا أراد حزب الله أن يصعد أو إذا دخلنا في المعركة الكبرى فإن ما يحدث اليوم هو مجرد مناورة محدودة إن كان من حيث العدد أو من حيث القدرات. نعم، هناك سؤال الحقيقة يعني يخطر ببال البعض دكتور إسماعيل. نعم. فيما يتعلق بصواريخ المقاومة من غزة، كثيرا ما يزعم الاحتلال بأنه اعترض مثلا 30% منها أو 60 أو 80% منها. فيما يتعلق نعم. بصواريخ حزب الله اليوم لم يذكر مثل هذا الخبر أو هذه التفاصيل من قبل المحتل الصهيوني، ماذا يعني لك ذلك؟ أولا يعني علينا أن نقول أن الكيان الصهيوني يعتمد نوع من البروباغندا الإعلامية، وهذا الأمر طبيعي حيث أنه لا يعلن أبدا عن ما يتعرض له من استهدافات. يعني على سبيل المثال في إحدى المرات عرض حزب الله استهداف لجنديين بصاروخ مضاد للدروع، الكيان الإسرائيلي لم يتطرق لهذا الحدث نهائيا، وبالتالي لا يمكن التعويل على ما يصدر عن الكيان الإسرائيلي، لأنه دائما ما نسمع ما سمحت به الرقابة العسكرية وهذا الأمر لن نتحدث به وغير ذلك. ثم إذا أردنا أن نقارن بين ما يمتلكه حزب الله وما تمتلكه المقاومة الباسلة في فلسطين في غزة من صواريخ، فإن الأمر لا يمكن أن يقاس إذا فينا نقول بأي طريقة، حيث أن المقاومة في جنوب لبنان أولا ليست محاصرة كما قطاع غزة، ثم أن المستوى التقني ومستوى حرب العقول الذي وصل إليها حزب الله قادرة على أن تنتج صواريخ
بمستوى دولي. وبالتالي هنا يفترض أن نشير، وأنا شاهدت هذه التجربة في إحدى المرات، كنت في مكان وأطلق في مقابل المكان الذي كنت موجود به راجمة من حوالي 40 صاروخ أو 42 صاروخ. لم ينجح الكيان الإسرائيلي إلا باعتراض بين 8 إلى 10 صواريخ. وبالتالي أنا أعتقد أن النسبة الحقيقية لما يعترضه الكيان الإسرائيلي على المضمون في جنوب لبنان لا تتعدى 20 إلى 30%، مع العلم أن هذه المنظومات تكون في حالة استعداد وليست يعني في حالة حرب دائمة، يعني في حالة استهداف. يعني المقاومة لا تطلق صواريخ بشكل دائم 24 على 24، وبالتالي هي تملك القدرة على المراقبة والسيطرة وما إلى ذلك. أنا هنا أريد أن أشير إلى نقطة، يعني حزب الله نجح في أكثر من مرة في استهداف القبة الحديدية، وهذا يعتبر إذا فينا نقول دليل على أن هذه القبة ليست كما يدعي الكيان الإسرائيلي. يعني إذا كانت هذه القبة غير قادرة على أن تدافع عن نفسها، وإذا كانت هذه القبة غير قادرة على أن تقرأ بعض الصواريخ والطائرات التي تستهدفها، فكيف بها أن تدافع عن الكيان وأن تحمي الكيان؟ وأنا أريد أن أشير إلى نقطة، ما شاهدناه اليوم وما شاهدناه في الفترة الماضية من 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 يعني إطلاق صواريخ كثيف من قبل المقاومة، والذي أدى إلى إحراق مناطق كثيرة في شمال الكيان، هو دليل على أن هذه القبة لا تقوم بعملها، وبأن المنظومة الدفاعية للكيان الإسرائيلي ليست على ما يرام. وأنا أريد أن أستشهد بنقطة أخرى، أنه في اليوم الذي قامت الجمهورية الإسلامية باستهداف الكيان الإسرائيلي، هل كان الكيان الإسرائيلي وحده يدافع عن سمائه وعن أرضه؟ لا، كان الأمريكي إلى جانبه، وكان يعني البريطاني إلى جانبه، وشارك معه الفرنسي، بالإضافة إلى بعض الدول العربية التي يعني استخدمت طائرات لمواجهة الطائرات المسيرة الإيرانية. إذن أنا أريد أن أشير إلى نقطة، إلى أن جزء كبير من المعركة التي يخوضها الكيان الإسرائيلي في هذه المرحلة هي معركة عالمية. بدليل بسيط، إذا تحدثنا عن قدرات الجيش الإسرائيلي كما يتحدث عنها الإعلام الإسرائيلي والعربي والدولي، فأنه كان من المفترض أن تستطيع هذه القدرات أن تقضي على المقاومة الفلسطينية في وقت قصير. طيب المقاومة الفلسطينية صامدة لأكثر من 9 أشهر وتؤلم الكيان الإسرائيلي وتلحق به نوع من الذل والإهانة، وهو حتى هذه اللحظة غير قادر على أن يحسم أو على أن يحقق أي من أهدافه. وبالتالي يعني يجب أن نشير إلى نقطة، وهذه يفترض أن يفهمها الجمهور العربي، بأن هذا الكيان ليس تلك القوة الردعية التي تستطيع أن تحكم العالم، هي غير قادرة على أن تحمي نفسها، وأن كل ما يبثه الكيان من رعب في نفوس العرب سبق في نفوس الدول العربية، يعني ليست إلا جزء يعني إلا جزء من 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 حملة إعلامية تشارك فيها هذه الدول وهذه الأنظمة. أختم معك دكتور إسماعيل، وأنت أشرت منذ قليل إلى ترسانة حزب الله. نعم، هناك مصدر إيراني يتحدث عن 1,000,000 صاروخ، لا ندري الدقة الحقيقة، لا أحد يعلم بالتأكيد ذلك. طبعاً. ولكن طبعاً. سؤالي يتعلق ب هل برأيك في مواجهة اليوم تم تجاوز بعض الخطوط الحمر، وإلى أي مدى قد يتدحرج المشهد ربما إلى مواسعة أوسع برأيك؟ أنا أريد أن أشير إلى نقطة، الإعلام الإسرائيلي البارحة عند استهداف القائد أبو طالب كان يسوق في الداخل الإسرائيلي من أن حزب الله مردوع وأنه لن يقوم بأي رد، ولكن إذا 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 كان بإمكانك أن تكون في جنوب لبنان وتشهد على حجم الرد الذي قام به حزب الله، فإن هذا الأمر يدلل على أن حزب الله يتعاطى مع الخطوط الحمر أو القواعد الاشتباك الحالية على أنها محكومة للميدان ولما يمكن أن يؤدي إليه الميدان. أنا هنا أريد أن أشير إلى نقطة، ما قام به حزب الله اليوم لا يمثل 0.5 أو 0.0005% مما يستطيع أن يفعله. وبالتالي إذا أردنا أن نتحدث عن حرب مفتوحة، دائما ما يقول حزب الله أن هذا الأمر مرهون لقرار الكيان الإسرائيلي، والكيان الإسرائيلي لو كان متمكنا أو قادرا على أن يشن حرب على جنوب لبنان لما انتظر ولما هدد ولما قام نتنياهو بإحاطات أمنية وما إلى ذلك. ولذلك أنا أستطيع أن أقول نعم، حزب الله طرق الخطوط الحمر اليوم، حزب الله وجه ضربة للكيان الإسرائيلي لم يكن يتوقعها، وبالمقابل حتى هذه اللحظة، وأنا أقول حتى هذه اللحظة، الكيان الإسرائيلي يعني مما يظهر أنه لن يقوم بأي تصعيد، لأنه يعلم أنه في أي مرحلة حزب الله مستعد لأن يصعد. بالنسبة للحرب، أنا أستطيع أن أقول أنه في حتى هذه اللحظة ما يعني الحرب الشاملة
ما زالت يعني بعيدة إلى حد ما، ليس لأن الكيان الإسرائيلي لا يريد، ولكن لأنه لا يستطيع. وأنا أريد أن أشير إلى نقطة، أنه في السابق في عام 2006 استهدف حزب الله جيب عسكري وأسر جنديين كانا قتلى، فقام الكيان الإسرائيلي باستهداف لبنان وشن عدوان عليه لمدة 33 يوم. اليوم أنا أستطيع أن أقول أنه بعد 8 أشهر ونيف أذل من خلالها الكيان الإسرائيلي حزب الله الكيان الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان، وحتى هذه اللحظة الكيان الإسرائيلي لا يجرؤ على أن يساعد، بل أكثر من ذلك يقوم حزب الله في هذه المرحلة بفرض معادلة ردعية على مستوى الدفاع الجوي، والكيان الإسرائيلي بإعلامه وقادته العسكريين يتحدثون عن أن المعركة في شمال فلسطين المحتلة مع حزب الله ستؤدي إلى يعني تهشيم الردع الإسرائيلي، وقد تؤدي إلى إسقاط الكيان الإسرائيلي. وعندما نقول إسقاط الكيان الإسرائيلي، يعني أنا لن أقول أنه سأكون واقعي، سأكون متواضع، الأمر لا يعني نهاية الكيان، ولكن يعني الأمر أن هذا الكيان لن يعود تلك القوة التي يعني سوق لها منذ عام 1948. الدكتور وسام إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من بيروت، أشكرك جزيل الشكر.